لأنها عاصمة الصناعة والثقافة والحضارة في سوريا، ولأنها استطاعت بفضل تضحيات وصمود أهلها أن تنفض عنها غبار الحرب. شهدت مدينة حلب على مدار 4 أيام عرض فيلم لمدة 10 دقائق بتقنية 3D على حائط قلعتها، وذلك برعاية مؤسسة أوج الثقافية الإيرانية. الفيلم اختصر حكاية الصمود والمقاومة لأهالي حلب، وذلك عبر محاكاة التطرف الكبير الذي استهدف المدينة من قبل الدول الداعمة للإرهاب على رأسها أمريكا وإسرائيل. دليل إن كما قلعة حلب صامدة، الحمد لله رب العالمين، بوج إسرائيل وأمريكا وقطر، السعودية، كل اللي وقف ضد سوريا، والحمد لله رب العالمين إنه حلب وقلعة حلب رجعت. حلب وقلعة حلب وقلعة حلب وقلعة حلب وقلعة حلب وقلعة حلب. الفيلم بيعرض حلب وقلعة حلب وقلعة حلب وقلعة حلب رجعت مثل ما كانت وراح ترجع أحسن مثل ما كانت إن شاء الله وأحسن. الفيلم بيعرض إنه حلب صامدة مهما حاولوا يدمروها، ومهما حاولوا تركيا وإسرائيل وأمريكا وقطر إنه يدمروها، فحلب هي صامدة وبأهلها بتعمر. أول شيء شغلة جديدة، بعدون حلب لساعتها محافظة عايشة ما تأثرت بكل هالظروف اللي مريت عليها، والحمد لله كل مالها شوي شوي عم ترجع مثل أولي، وإن شاء الله بترجع مثل أولي وأحسن. الرسالة هي تحدي، أكبر تحدي للإرهاب وللمسلحين. بنشكر الجيش، بنشكر قيادة الجيش العربي السوري. والله كل شيء كويس وإن شاء الله يكون الخير بهذا، وأنا جاي من السويد يعني مو من هون يعني، وشفت بالقلعة وإيش في إيش ما في كمان. حياة حلوة وإيش ما قالوا كله غلط وكلهم يعني كله من غيرتهم، لأني نشكر رب الحمد لله حلب بصيحة جيدة وما في منا، واستمتعنا اليوم بهالأوضاع اللي هون وهالشعب، وطبعا هالشغلات الحلوة كتير استمتعنا فيه، حسينا شعور لا يوصف. نحن عم نحكي من قدام قلعة حلب، الرسالة وصلناها إنه الشعب العربي السوري تم صامد. إنها ثقافة الحياة والصمود والتحدي، إنها حلب المدينة التي عانت الأمرين جراء الإرهاب الذي حاول النيل منها، لكنها كما المدن والمحافظات السورية أثبتت أنها أقوى، وأثبت من كل هذه المحاولات بفضل رجال الحق أبطال الجيش العربي السوري.